وينضم معنا من سكايبا من القدس الكاتب الصحفي نظير طه. مرحبا بك. يعني هل اتسعت رقعة الارتدادات لحرب غزة في مناطق الضفة بعد أحداث طول كرم وقبلها جنين ونابلس؟ نعم هذا صحيح، يعني رقعة المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عملياته العسكرية العدوانية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي تتواصل أيضا في الضفة الغربية، تتواصل ارتدادات هذه العملية العسكرية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء اقتحام مدينة طول كرم ومخيمها منذ أكثر من 15 ساعة. استشهد حتى اللحظة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أيضا العشرات ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى من أصيبوا بالاختناق قنابل الغاز يقدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة ومخيمها. هذا يترافق مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية، حيث ارتفعت الحصيلة منذ السابع من الشهر الماضي بحسب مؤسسات الأسرى الحقوقية إلى نحو 2550 أسيرا فلسطينيا. هذا يترافق مع تصاعد أيضا حملات الذهم والتفتيش والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين من يتم اعتقالهم، وهذه الحملات بطبيعة الحال تستهدف الأسرى المحررين والنشطاء الفلسطينيين خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من يبدي تضامنه مع قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين هناك الذين يتعرضون إلى حرب إبادة جماعية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يتم اعتقاله. أيضا نشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ حربها العدوانية على قطاع غزة كثفت من الحواجز العسكرية ما بين البلدات الفلسطينية، حيث تم إقامة أكثر من 130 حاجزا عسكريا ما بين السواتر الترابية وحواجز بالكتل الإسمنتية وكذلك حواجز بالبوابات الحديدية، بالإضافة إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن باقي مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة فيها، وهذا للجمعة الخامسة على التوالي. طيب سيد نظير، نحن نشارف على اليوم 40 للحرب، ماذا تحقق على الأرض من الغاية الإسرائيلية؟ لا إطلاق سراح رهائن ولا أيضا سقطت حماس باستثناء نهر الدماء في غزة. لم يتحقق شيء، ونتيجة للفشل الإسرائيلي إسرائيل تواصل حملاتها العدوانية للتغطية على جرائمها العدوانية وللتغطية على فشلها الذريع بالكشف عن الهجوم الذي نفذته كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية فجر السابع من الشهر الماضي ضد المستوطنات الإسرائيلية، مستوطنات غلاف غزة المحيطة بالغلاف والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي بهذا الاستهداف الذي يوصف بأنه بطولي ونوعي، نتيجة لأنه لم يحدث ربما حرب إسرائيلية ضد الكيان الإسرائيلي، تحدث حرب ضد هذا الكيان منذ عام 73، أي منذ نصف قرن، ولذلك كانت هذه الهجمة التي لم يبدو أن إسرائيل لم تصحى من نتيجتها حتى اللحظة، ولذلك للتغطية على فشلها الاستخباراتي والأمني إسرائيل تواصل مجازرها وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تحاصرهم بطبيعة الحال منذ أكثر من 17 عاما. فهذا الحدث لم يكن وليد اللحظة الآنية، بل هو نتيجة لتراكم العديد من السنوات التي يعاني منها قطاع غزة نتيجة للحصار الخانق المفروض عليه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. طيب هذا الحصار أيضا، يعني كيف تتوقع أن يضغط الرأي العام الداخلي على الحكومة الإسرائيلية لاستعادة الأسرى والرهائن، خصوصا بعد مقتل عدد منهم بالقصف الإسرائيلي على غزة وكان آخرهم مجندة أعلن الجيش عنها أيضا؟
هذا صحيح، ولكن الرأي العام الداخلي في إسرائيل يضغط منذ اللحظة الأولى من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. ولكن ما يهم رئيس هذه الحكومة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو البقاء لأكبر قدر ممكن في السلطة. ما يهمه هو البقاء في الحكم. ما يهم نتنياهو هو يعني بقاءه في الحكم لأقصى مدة ممكنة، ولا يهم إطلاق سراح الأسرى أو إجراء هدنة مؤقتة في قطاع غزة. معروف أنه خلال الأيام الماضية البيت الأبيض أعلن عن التوصل إلى هدنة لمدة 4 ساعات بشكل يومي، ولكن نتنياهو نكث هذا الوعد والعهد مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تغطي عمليا هذه الحرب والتي منحتها الضوء الأخضر لمواصلة هذا العدوان على قطاع غزة. معروف بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي الذي زار إسرائيل في بداية الحرب، يعني خلال اجتماعاته مع بنيامين نتنياهو، حضر أيضا اجتماع المجلس الوزاري المصغر للكابينت الإسرائيلي، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شارك هو الآخر في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. هذا يدل بما لا يدع مجالا للشك بأن من يغطي ويدعم هذه الحرب بشكل رئيسي هو الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الغربية الأخرى. لذلك يعني الضغط من الشارع الإسرائيلي على بنيامين نتنياهو لم يفلح حتى اللحظة في إتمام صفقة أسرى، رغم الحديث الآن عن وساطات تجرى من أجل إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أطفال فلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك عن أسيرات فلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية. طيب سيد نظير، يعني برأيك كيف اليوم الوقت في صالح هذه القوى الداعمة للحرب الإسرائيلية؟ أم أن بالفعل المشهد سوف ينقلب ضدها اليوم؟ كما ذكرت أن هناك نتنياهو وهناك أيضا بايدن، هناك داخليا وخارجيا، كيف سيكون الوضع؟ هناك يعني بدأ بعض التراجع في موقف عدد من الدول الغربية الأوروبية خاصة، وذلك نتيجة لضغط الشارع عليها، نتيجة لمواقفها المتصلبة والمتشددة التي تم اتخاذها في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الشارع في يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هو الآخر يضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه حتى اللحظة يعني لم يتم إحراز أي تقدم إن صح التعبير في هذه الحرب العدوانية من قبل بنيامين نتنياهو، لم يتم تحقيق أي من أهداف هذه الحرب كما ادعى نتنياهو. نتنياهو كان رافع يعني العديد من الأهداف لهذه الحرب، أهمها هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهذا الأمر تلاشى بشكل تدريجي ونهائي ولم يتم قبوله لا عربيا ولا فلسطينيا ولا دوليا. أيضا تم رفع شعار عريض هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس في قطاع غزة وتحقيق نصر عليها. وحتى اللحظة نحن في اليوم 39 من هذه الحرب لم يتم إحراز أي شيء. ما تم إحرازه حتى اللحظة هو إراقة المزيد من الدماء، هو استهداف المشافي الفلسطينية، هو قتل أكثر من 11,000 فلسطيني داخل هذا القطاع، وإصابة 29,000 آخرين أيضا، بالإضافة إلى تدمير كامل وشامل في البنية التحتية واستهداف المشافي التي عددها يبلغ 35 مشفى، خرج منها حتى اللحظة 20 مشفى عن الخدمة. نعم الخدمة المقدمة للمواطنين. نعم الكاتب مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر أكبر المجمعات. نعم الكاتب والصحفي من القدس نظير طه، شكرا جزيلا لك.